لمناقشة محاولة إيران إغراق أوروبا والمنطقة بالمخدرات وسط الحديث عن إفشال طهران مفاوضات الاتفاق النووي، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب والسياسي الأحوازي طاهر الأحوازي. أستاذ طاهر، مرحبا بكم. يعني مع إعلان الادعاء العام الألماني ضبط كمية كبيرة من المخدرات قادمة من إيران، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان في هذا التوقيت أستاذ طاهر؟ بعد السلام لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع وهو ليس جديدا على سياسة النظام الإيراني في العالم حقيقة، قضية المخدرات وأمور أخرى تنافي القوانين الدولية وحتى حسن الجوار، وأتصور هذه ليس المرة الأولى الذي يكشف عن هذه النوع من الجرائم. نعم. إن كان في وطننا العربي، إن كانت مجاورة لجغرافية ما تسمى إيران أو خارجها، والإعلام المرئي والمسموع وحتى المقري يعني نشر كثير من هذه الجرائم حقيقة الذي استخدمها النظام الإيراني منذ عشرات السنين. فهذا الذي حصل اليوم والعالم كله يعلم، ولا نريد أن نبتدي إيران والنظام الإيراني عن مثل هذه الأمور، بل هي كلها مثبتة في المؤسسات الأمنية الدولية. أستاذنا الكريم، أستاذ طاهر، يعني تعتقد أن إيران تتعمد إغراق أوروبا والمنطقة العربية بالمخدرات؟ الشق الثاني من السؤال، ما هدف كل ذلك؟ بالطبع يعني احنا عندما نرى ايران اصبحت هي منطقه ترانزيت، اصلا منطقه ترانزيت لنقل المخدرات للعالم. الجميع يعلم يعني بالثمانينات والتسعينات منطقه الحدوديه بين جغرافيا ما تسمى ايران وافغانستان، والمخدرات الذي يعني كانت تزرع في أفغانستان تنتقل إلى جغرافية إيران ومنها اتجاه تركيا وأوروبا، وأيضا في عالمنا العربي لا ننسى بعد أن سقطت أو احتلال العراق حقيقة رأينا كثير من الكميات تنتقل إلى داخل العراق الشقيق ومنها إلى سوريا. لا. ولبنان، ناهيكم عن دولنا بالخليج العربي، الشحنات التي ترسل بالغوارب وحتى البواخر وهي لا. يعني حقيقة بعشرات من الأسنان. النظام الإيراني يتعمد أولا منه تخدير الشباب والمواطنين العرب، وأيضا نهب الثروات وتدمير المجتمعات العربية، وهي سياسة خبيثة استخدمها النظام الإيراني منذ وصوله. ونرى نحن تفشي المخدرات ليس فقط في الدول العربية، بل حتى داخل جغرافية ما تسمى إيران استخدمتها كسلاح حقيقة، سلاح للتدمير هذه المجتمعات العربية والإسلامية. تعتقد أن هناك أستاذ طاهر أهداف اقتصادية، وذلك من خلال إدخال عملة صعبة تتفادى بها العقوبات المفروضة على إيران، تعتقد ذلك؟ نعم، هي أحد الوسائل المهمة حقيقة، وإحنا نعلم يعني من ضمن المشاريع التي تقوم بها الدولة الإيرانية هي قضية المخدرات و مراكز الخيرية وغيرها الذي تسمى بالبيت الشيعي وأمثاله حقيقة. قضية المخدرات وهي بالأطنان، وهناك كثير من الحملات يعني إن كانت بالسفن في بحر عمان والخليج العربي وحتى في العراق الشقيق وسوريا، ولا ننسى طبعا بالنسبة لحزب الله إيران علمته ودربته، والآن البلاء الذي ابتلت به الأمة العربية اتجاه مملكة الأردن هو نقل هذه المخدرات اتجاه المملكة العربية السعودية وغيرها من الأراضي. نعم، هذا مشروع مدروس من قبل النظام الإيراني لتدمير الأمة من طرف أول، والثاني من أثر
أجل قضية غسيل الأموال وتمويل إرهابها الذي حقيقة المتضرر الوحيد به. طيب هو أستاذ طاهر، الشعوب والعالم. نعم. أستاذ طاهر، يعني وصول المخدرات إلى أوروبا، تعتقد أن الاتحاد الأوروبي ربما يتحمل المسؤولية لا سيما مع عدم وجود موقف جاد من قبل أوروبا تجاه الحرس الثوري الإيراني الذي يعتبر المروج الأكبر للمخدرات، تعتقد ذلك أستاذ طاهر؟ بالطبع، يعني احنا لابد عليه ان نلوم حقيقة الدول الغربية وعلى رأسهم حقيقة دول الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة. حقيقة عندما نرى هذا التأييد لسياسة إيران وحضور المؤسسات التابعة للحرس الثوري، إن كان في قضية يعني التمويع الثقافي خلينا نعتبره، والترويج للتخلف والطائفية وغيرها، يدخل هذا قضية المخدرات في نفس المشروع من أجل يعني تدمير الشعوب. فلماذا الغرب أو يعني لا تقف أمام مشروع إيران المدمر للمجتمعات حقيقة؟ وهو مكشوف، يعني عندما نرى المؤسسات هذه تقوم به سلطة إيران وتروج لها في الدول الغربية. ويمكن المتابعين يعلمون قبل فترة ليس بعيدة هناك كانت مؤسسات تسمى بيت الشيعي أو غيره في كندا أصلا أوقفت عن العمل بعد عقود من العمل وترويج لسياسة إيران وقضية يعني الحرس الثوري والإرهاب. فعليه كان من المفروض هذه الدول تأخذ قرارات صارمة تجاه مواجهة سياسة إيران. طيب على ذكر الدول الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا قالوا في بيان مشترك إن الخروقات الإيرانية أفشلت إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد. قراءتكم لهذا البيان، هل يعد بمثابة صحوة متأخرة لهذه الدول الثلاث؟ أكيد، يعني إحنا أستاذنا الكريم ومشاهدينكم الكرام، أتصور ليس يعني التقرير الأول أو البرنامج الأول الذي تحدث حول برامج إيران المدمرة للمجتمعات يعني يتحدث حول هذا الموضوع، بل هناك كثير من الأخصائيين يعني تحدثوا عن وسع المشروع الإيراني التخريبي في العالم. ولكن الغرب، وأعود وأكرر، كان من المفروض منذ عقود تأخذ القرارات الصائبة لمواجهة مشروع إيران التوسعي الإجرامي ضد الشعوب. القرار الذي اتخذ خلال 24 ساعة الماضية من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أنا حسب تصوري وأتصور كثير من المشاهدين يتفقون معي، أنه متأخر كثيرا. إيران الآن إرهابها وجرائمها ترسخت في هذه المجتمعات، فكان من المفروض منذ عقود هذه الحكومات تأخذ القرار الصائب لمواجهة مشاريع إيران التدميرية للمجتمعات. أستاذنا الكريم أستاذ طاهر، عدم دعم الغرب للتظاهرات في إيران وهذا القمع والإعدامات الممنهجة ضد السياسيين والناشطين في إيران، ألا ترى أنه مثل نوعا ما دعما لسياسات النظام الإيراني؟ صحيح، هذا الموضوع ما حقيقة اليوم أصبحت الشعوب داخل جغرافية ما تسمى إيران مستاءة حقيقة من رؤية أو الطريقة الذي يتعامل معها الغرب. والشعوب الذي أعطت عشرات الآلاف من الضحايا من المعدومين والمحتقلين والحقيقة المقيدين من الوجود، هذا كله بسبب التراخي وعدم مشروع دولي لمواجهة هذا النظام الإجرامي. نحن والشعوب كلها تتحدث عن أن عليه أن النظام الدولي يكون صادق بقراراته اتجاه جرائم النظام الإيراني. تذهبون، وأنا أحد الأسرى الذي كنت في مراكز الأسرى في دولة الاحتلال، هناك لا يوجد مكان حتى للنوم في المحتقلات، ولكن لا مؤسسات حقوق الإنسان ولا مجلس الأمن ولا مركز حقوق الإنسان الدولي
يبحث ويضغط على الدولة الإيرانية نعم. لكشف الحقائق. هل هناك ما أنا أدعي أو غيري يدعي من جرائم تحصل على الأرض موجودة أم لا؟ ولكن نرى أن التراخي حقيقة والكثير يختبر تخاذل أصلاً نعم من الغرب نعم. اتجاه النظام الإيراني لسياسات الإرهابية. من ستوكهولم الكاتب وسياسي الأحوازي طاهر الأحوازي، شكراً جزيلاً لكم.